أسيب حضراتكم مع تقرير عن حدث طبي في غاية الأهمية نظمته كلية الطب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وده بالتعاون مع جمعية ميد دلتا للسكر والغدد الصماء والميتابوليزم، وهو احتفال باليوم العالمي للسكر. الاحتفال ده تضمن ماراثون جري للطلاب للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة للصحة وتجنب الأمراض المزمنة، خاصة أمراض القلب طبعا والسكر، وحملة للتوعية للطلاب طلاب الجامعة للتغذية السليمة وممارسة الرياضة وتقليل الوزن وتجنب السهر والأطعمة غير الصحية. الاحتفال ده كان برعاية الأستاذ دكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس إدارة جامعة الدلتا، والأستاذ يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، ودكتور أحمد منصور عميد كلية الطب، وأستاذ السيد عيد عبد الفتاح رئيس أقسام البطنة والغدد الصماء. هنتابع التقرير وبشكر حضراتكم مرة تانية للمتابعة. جامعة الدلتا انشئت بالقرار الجمهور رقم 147 لعام 2007 كأول جامعة خاصة في منطقة الدلتا. تأتي هذه الفعالية في إطار برنامج خدمة المجتمع. أي جامعة بقى لها ثلاث أهداف: الهدف الأولاني هو التدريس، الهدف الثاني هو البحث العلمي، الهدف الثالث هو خدمة المجتمع وتنمية البيئة. فبداية كل عام بيتم وضع مركز أو مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقوم بتحديد الأنشطة والخدمات التي تقدم للمجتمع. نحتفل سويا باليوم العالمي لمرضى السكر. الحقيقة الطلبة هي محور هذا النشاط المجتمعي، النشاط الطبي. أيضا الكلية بتؤمن بأن الطالب هو محور العملية التعليمية. بدأنا أن احنا نعمل دلوقتي الإيرلي إكسبوجر للمرضى، اللي هو الطالب يتعرض للمريض منذ اليوم الأول له في الدراسة في الكلية، اللي هي بنسميه Patient Oriented Learning. بنخلي الطلبة تتعلم في معمل المهارات، تتعلم في العيادات الخارجية للكلية. أيضا بيتعلموا الكوميونيكيشن سكيلز وكيفية التواصل مع المريض في أخذ التاريخ المرضي للمرضى، وأيضا كيفية التعامل وتوصيل المعلومة الطبية للطبيب. يمكن الحاجات الأساسية أن احنا ما عندناش توعية كافية، لأن مرض السكر مرض بلا أعراض، ما بيجيش يظهر عليه أعراض غير في المراحل المتأخرة. احنا التوعية ان احنا نبدأ نكتشف السكر مبكرا، مخاطر السكر. لازم ان احنا نحافظ على الحياة الصحية السليمة خاصة مع شبابنا. كنا عملنا دراسة قبل كده، والدراسة دي طلعت ان 48% من الشباب من سن 17 سنة 19 سنة يمثلوا خطر الإصابة بنسبة متوسطة لدرجة مرتفعة للإصابة بمرض السكر. والاستادي دي او الرسالة دي انتشرت في او نشرناها في مؤتمر كبير في الجمعية الأمريكية للسكر، واحنا بدورنا بنقوم بعمليه توعيه زي الكامبين اللي احنا عاملينه النهارده لتوعيه الجامعه كلها. جامعه الدلتا من الجامعات الرائده في البريفنشن اوف دايبيتس، في التوعيه او الوقايه من مخاطر السكر. كان بقدر الامكان الطلاب بشكل عام بياخدوا الحاجات المهمه بالنسبه للسكر ان هم يتكلموا عنيها، يعني مثلا ازاي تفرق ما بين السكر النوع الاول النوع الثاني، مثلا لو جالك انت كدكتور بطنه مثلا ازاي تفرق ما بين شخصين، مثلا شخص مثلا بيكون بيخس تمام وليه نفس للاكل، وشخص بيخس وملهوش نفس للاكل. النفس للاكل مثلا بيكون يا اما مريض سكر يا اما مريض فرط الغده الدرقيه. احنا بتاعتنا متواجده في جميع انحاء الجامعه كلها، عن طب وعند كليات جميع الكليات الموجوده، بنسال الناس السكر ونقيسلهم الضغط ونتكلم معاهم عن خطر السكر وعن الامراض اللي متسببه ليه او اي حاجه تسبب السكر، ونخليهم نوعيهم اكتر ان هم يكونوا مهتمين اكتر بالسكر. نتكلم معاهم بحيث ان هم يهتموا اكتر بالموضوع، ما بقاش اللي هو كلام عادي وخلاص، يعني يعدوا الموضوع.